اللي انا بقوله ايه عن حكايه انه الثوره كان فيها زخم قوي جدا وزخم اجتماعي قوي جدا وقوه رعبت اقول لك الطبقات الحاكمه في العالم مش مش في مصر انها تهزم في نص يوم اعتى جهاز شرطه في الشرق الاوسط وافريقيا زي ما كانوا بيقولوا ادي نص يوم الناس كلها بصت في العالم الطبقات الحاكمه اللي هو ايه ده بقى طب ده ده اول نص يوم هيعملوا ايه بعد كده ها فلا دي, دي, دي لا الثوره كانت قويه جدا بس الثوره فعلا اضعفها نقطه ضعفها الاساسي هي وعيها اللي اللي ما كانش موجود بقوتها بنفسها بمعنى ايه الشعب يريد اسقاط النظام يعني ايه اسقاط النظام مجلس رئاسي مدني ونجيبه بدل حسني مبارك هل هو كده فعلا ده النظام يعني ولا النظام ده دي دي مصالح متشابكة من الاقتصاد والسياسة والمؤسسات وكبار رجال الأعمال وكبار الموظفين بمعنى هو مش موظفين كبار يعني مسؤولين اللي في الدولة والقضاء والجيش والشرطة والقوى السياسية المهادنة والأمن وأمن الدولة والقضاء والطبقات اللي أصلا بتقولك الشعب ده روح هتقولنا واحد غيره ده اسمه النظام فلما تقول الشعب يريد اسقاط النظام اللي انا بحاول اقوله انك لو مش هتواجه المرض نفسه اللي هو العله الاساسيه اللي في الجسم النظام اللي هو الراسماليه اللي بتقوم على افقار اغلبيه الشعب المصري وفي الواقع افقار اغلبيه العالم زي ما احنا جبنا شويه احصائيات ها اذا انت مش ده اللي هتواجهه يبقى انت بتواجه الاعراض يبقى هتنهزم ده اللي قصدي عليه هتنهزم فيها فمش ده النظام ال من اهم الاعراض من اهم اشكال انه الثوره ما كانش فيها الوعي ده الوعي النافذ لقلب النظام لجوهره هي انه قلتها يا هيثم عرضا وبسرعه انه الثوار اللي كانوا بيقولوا الشعب يريد اسقاط النظام ما كانوش مهتمين بالعمال بتعمل ايه بتهدد النظام فعلا يعني مثلا افرض 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 في ثوره قادمه يكون فيها الناس هضمت دروسنا اللي خدناها وكان في وهيحصل ثوره قادمه قادمه والطبع العامله هتتحرك من حيث ما انتهت عشان كده بقول لك اقل الخسائر المعنى المتفائل ده <applause> انها ما تكسرتش تنظيماتها ما تكسرتش وما في مواجهات مع النظام وكذا، المهم هتبدا من هنا وهتعمل آه تجارب اداره ذاتيه. والمصانع اللي هيقفلوها المستثمرين نتيجه لفسادهم ونتيجه لانه ريحه الفساد و و, و و وانه الصفقات اللي اشتروا بيها الحاجات دي فاسده. وبالتالي باطلة أو أن هم عايزين ياخدوا الكام مليون ويهجوا أو سرقوا البنوك ومشيوا أو اتراكمت عليه ديون ومش عايز يدفع ها؟ هم هيديروا هم هيديروا الإنتاج السؤال بقى هل الصور ساعتها اللي, اللي ممكن اتخيل أنه هيبقى مركز من مركزه ميدان التحرير ايه دورهم في موضوع الاداره الذاتيه في شركه زي النوبارية ولا في شركه زي اوطل الصلب هيبقى بيدعم بيحمي لما الدوله تيجي تروح تهجم على مصنع لازم يقف يحمي ولا يحمي بس شارع في وسط البلد يحمي وينشر الفكره ويعمل لجان تضامن معاه ويعمل تفسير للشرك ازاي شركات تدار ويدرس الموضوع ده مع العمال وينشروا الفكره ويحللوها ويشوفوا ايه الاخطاء اللي فيها هنا بقى اسمها ثوره بتلمس قلب النظام بتغير بقى حقيقي هنا الترابط ما بين السياسي مستوى السياسي من الثوره اللي هو في الواقع دايما بيبقى اعلى مستوى هي القشره قشره البصل اللي فوق دي انه عايزين كذا وعايزين كذا ده حقيقي بس انت ما اتكلمتش على الاقتصادي والاجتماعي يعني ان ازاي ما يبقاش في مليونيه ولا اثنين ولا ثلاثه من اجل مطالب اقتصاديه محدده للطبقه العامله مش كده؟ ما, ما ما حصلش ما فيش الترابط ده اهو ازاي ما ازاي دايما ازاي يبقى في اضرابات بتحصل في المحله والناس قاعده في ميدان التحرير وبتقول لك مثلا اللي منهم اللي, اللي, منهم حتى كانوا في النقابات بعضهم مش عايز اجيب اسماء يقول لك التضامن مع المحله والدعوه الى اضراب عام واحد قيادي في اتحاد النقابات المستقله رافع في التحرير الدعوه الى اضراب عام لو في اضراب عام هتبقى انت بتقوده لو انت اضراب عام تبقى انت المفروض تبقى بتلف على المصانع، لو مش مش جاي في التحرير قاعد بتقول أنا ها؟ ما ينفعش. فحتى القيادات العماليه كانت بتبقى سايبه المصانع وسايبه الاقتصاد <applause> الجزء من حكاية اللي بحكي عليه ده اللي هو الوعي الناقص ده هي وأنا رأيي مش إنه وعي ناقص بمعنى إنه حد كان عنده يعني ب ب ب وعي أعلى كده وبيتكلم على إنه أنتوا إزاي ما تعرفوش الكلام ده قبل الثورة لا أنا أنا أعنيه وزي ما قلت في كلمتي إنه ده أهم نتيجة من نتائج ثورة 2011-2013 هي إنه وعي الناس اختلف الثورة الجاية هيبقى فيه وعي مختلف ايه بقى نقصان الوعي اللي بتكلم عليه ده اللي اللي ثورة يناير كتجربة لأنه الشعوب والجماهير بتتعلم من ممارساتها بتعملها بنفسها هي بتصنع تاريخها بنفسها بتصنع وعيها بنفسها مش مستنية حد يجي يفرد ورقة كده يقول لهم ادي كبسولة الوعي ايه هو بقى؟ أنه عرض اللي, اللي, اللي بحكي عليه ده هو أنه الثوار كانوا مشدوهين طول الوقت مستغربين م? وده اللي بحكي بص يا سامح دي نقطه ليك بالظبط في كلامك انه احنا طالبنا بكذا بكذا وكذا بس هوريك بقى فين التجارب اللي احنا خدناها اللي اتمنى ان احنا نهضمها ونستفيد منها في المد القادم انه يقولوا يضغطوا على الدوله انه تحاكم حسني مبارك وينتظروا حكم عادل من دوله حسني مبارك من قوانين حسني مبارك طب ما هو طبعا بقوانين حسني مبارك وبدوله حسني مبارك بشرطة حسني مبارك وبقضاء حسني مبارك وبقيادات جيش حسني مبارك وقيادات شرطه حسني مبارك و وكيل طب ده يعني ده 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 قمه العدل ده ظالمين الراجل الراجل بالقوانين بتاعتهم مظلوم قعدوه ثلاث أربع سنين يا عيني في في مستشفى طبعا معزز مكرم وكل حاجه سياده الرئيس وسياده الرئيس بس لا الناس اتعلمت تفكر بالطريقة دي من خلال الثورة